هايلوكس 2024 سوبر جيل اكس فل كامل دفع رباعي، محرك بنزين 2700 سي سي 4 سلندر حدود ال 164 حصان جير اوتوماتيك 6 سرعات دفع رباعي دبل خفيف دبل ثقيل قفل ديفرنس خلفي اللي هو الدوفلوك، سعر حدود ال 139 الف ريال. على فكره هذه مواصفات عبد اللطيف جميل، شبك باطراف كروم صدام ستيل اضاءات فل ال اي دي، عندنا جنوط مقاس 17 انش تطعيم كروم على الكبوت، وعندنا هنا خطوط جانبيه زيج كروم جانبي اشارات بالمرايه، طبعا مقابض باب كروم، فيها جناح خلفي وتلبيسه بالصندوق الخلفي للحمايه مع اضاءات ال اي دي خلفيه وحساسين خلفيه، الصدام الخلفي ستيل، دخول ذكي تشغيل ذكي، مقاعد قماش وفيها خاصيه التهويه، مكيف لمس تحكم منفصل بين السائق والراكب، شاشه تدعم بالكار بلاي، كاميرا خلفيه، مثبت سرعه، تحكم بنظام صوتي بلوتوث، زجاج بالكامل اوتو لمسه واحده، عداد رحلات، هنا زر التشغيل الذكي، هنا الدفع الرباعي، وهنا الدفلوك، تكايه خلفيه وفتحات تكييف خلفيه، وزجاجه خلفيه تفتح يدويا، ودرج فيه فتحه تهويه وسنتر لوك. اداء عبد الرحمن الخالدي.